بصبح عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهاوند، بصبح على كل مشاهدين ومشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان من داخل مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة، متواجدة معاكم لنقل طبعا آخر استعدادات النادي الأهلي أو الفريق الأول طبعا للمواجهة المرتقبة في كأس العالم للأندية. كلنا أكيد يعني نشعر بالحزن بعد يعني خسارة الأهلي أمس أمام فلومينينسي بهدفين، طبعا وفوز فلومينينسي بهدفين دون رد، يعني خصوصا أن كمان المباراة كانت تشهد اكيد اداء قوي جدا من النادي الاهلي، وشفناه اكيد كمان عبر الشوط الاول بالاخص. خليني اقول لكم طبعا ابرز تصريحات اللاعبين بعد المباراه مباشره. هبدا طبعا بكابتن محمد الشناوي، قال قدمنا شوط اول جيد واهدرنا طبعا واهدر الفريق العديد من الفرص، كان هدفنا الوصول لنهائي البطوله وتحقيق انجاز تاريخي يضاف للنادي، ولكن في النهايه التوفيق غاب عن الفريق خلال المباراه. عارف طبعا ان جماهير الاهلي حزينه، ولكن الفرصه ما زالت قائمه طبعا لتحقيق البرونزيه يوم الجمعه المقبل، وطبعا بيوعدنا بده. كمان اللاعب امام عاشور قال الفريق لم يقصر طبعا في شيء ولعب بشكل جيد جدا خاصه الشوط الاول، ولكن لم يحالفنا التوفيق في طبعا ترجمه الفرص اللي راحت مننا كمان خصوصا في الشوط الاول. كنا اكيد بنتمنى التاهل للمباراه النهائيه لاول مره، ولكن لم نكن موفقين، وطبعا دلوقتي بس هنركز على مباراه يوم الجمعه. كمان اللاعب محمد عبد المنعم يعني قال كان قدامنا فرصه كبيره جدا للوصول للنهائي، ولكن لم نوفق، طبعا تراجع مستوانا عبر الشوط الثاني وضيعنا كتير من الفرص، اغلقنا صفحه فلومينينسي تماما وخلاص بنركز فقط على مباراه يوم الجمعة والتركيز على يعني طبعا الميدالية البرونزية. واخيرا كمان اللاعب طاهر محمد طاهر قال يعني كان عندنا طموحات كبيرة جدا في تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية، اللاعبين بذلوا كل مجهوداتهم في المباراة، خلال البطولة الماضية قدمنا مباريات كبيرة جدا، وايضا لم نتوج بالميدالية البرونزية، ولكن بنوعد كل جماهير الأهلي انه ان شاء الله هذه البطولة او هذه النسخة ان شاء الله نتوج بالميدالية البرونزية يوم الجمعة المقبل. طبعا يعني اكيد شايفين تصريحات اللعيبه كلها يعني بتشيد بادائها كمان خلال الشوط الاول بالاخص، كلنا اكيد نشعر بالحزن، ولكن يعني ان شاء الله باذن الله بننتظرهم، هم وعدونا خلاص بالميداليه البرونزيه وان شاء الله يحالفهم الحظ في المباراه المقبله. معايا بقى خبر لكره الطائره سيدات، واصل طبعا عروضه القويه في بطوله الدوري بعد ان تغلب على وادي دجله بنتيجه 3-0 في اللقاء اللي جمع الفريقين ضمن منافسات البطوله. اقيمت المباراه على صاله الشهداء بمقر النادي هنا بالجزيره، وشهدت تفوق كبير جدا من جانب اللاعبات ليحسمها الفريق بنتيجه 3 أشواط دون رد. حسم سيدات طائرة الأهلي الشوط الأول بنتيجة 25-19 والشوط الثاني 25-10 طبعا، والشوط الثالث قبل أن ينتهي 25-17. ومن المقرر أن يلتقي طائرة الأهلي مع دلفي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات البطولة. طبعا بالنسبة هنا الأجواء يعني يمكن شوية في حرارة بردة شوية في الأعضاء، ممكن يكونوا متواجدين ولكن بشكل قليل عن العادة بسبب أكيد يعني الجو إن هو شوية بارد. الشوارع يمكن وأنا جاية كمان من كوبري أكتوبر كان في تزاحم شديد، الكل أكيد يعني متواجد من الصباح الباكر بسبب أكيد المدارس والجامعات، فده مخلي الشوارع كمان ما فيهاش يعني سيولة مرورية. ده بالنسبة أكيد الأجواء والأجواء هنا داخل النادي، ودي أبرز وأهم الأخبار اللي معايا هنا من النادي فرع الجزيرة. بشكركم وعودة ليكم مرة تانية. احنا اللي بنشكرك كل الشكر زميلتنا العزيزة روزان نصر على هذه التغطية.